صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك إن احنا أول ما تم اختراع الجي بي إس وبقينا كلنا بنعتمد عليه حتى في الطرق اللي احنا عارفينها. يعني أنا واحد من الناس بقيت بعتمد على الجي بي إس حتى في الطريق اللي أنا عارفه عشان يديني إحداثيات الطريق زي ما بنقول كده. كان الكلام ده كان الكلام ده معروف في الطيارات، يعني انت بتركب الطياره بيديك الاحداثيات، احنا على ارتفاع كذا، المسافه من هنا لهنا قد كذا، قطعنا قد كذا، ماشيين في اي طريق. لكن اول ما نزل الموضوع ده بقينا ممكن نستخدمه من خلال جوجل، بقى الموضوع سهل قوي بالنسبه لنا. فاحنا في الطرق اول ما نيجي نركب العربيه نروح فاتحين الجي بي اس عشان نشوف الطريق هيتاخد في قد ايه. حتى لو انا عارف الطريق بفتح الجي بي اس عشان اشوف هياثر عليا قد ايه، هل ايه الطرق البديله اللي ممكن اعتمد عليها، ايه الاماكن اللي فيها زحمه، دي كام كيلو ودي كام كيلو لو في طرق بديله. فما فيش شك ان كلنا بقينا بنعتمد على الجي بي اس بشكل او باخر. فالسؤال بيقول، بتعرف تحفظ الطرق ولا بتعتمد على الجي بي اس؟ احكي لنا مواقف الجي بي اس توهك، لانه دايما او يعني مش دايما، في غالبيه الاوقات كده بيتوه. بس حقيقي يعني انا ليا مواقف سخيفه جدا جدا مع الجي بي اس، لكن خلينا نعترف اعتراف ان التكنولوجيا زي ما ليها السلبيات بتاعتها ليها الايجابيات، ومن ايجابياتها اختراع حاجه زي التطبيق ده، لان انا واحده من الناس اللي بجد بتوه في شبر ميه زي ما بيقولوا. بجد يعني انا مثلا لو خرجت بغرق بس بتوه، دي بقى بتوه في شبر ميه المره دي. انا كل ما اطلع بره مكان معين انا مثلا مش حافظاه قوي او حافظاه بشكل ما بحفظوش كويس، لازم ان انا ابقى حتى لو المشوار متكرر مثلا، لا يعني لو متكرر خلاص يعني حافظه المشوار، لكن لو رايحه مكان روحته من شهرين لا مش ممكن اتوه. طبعا كنت بعتمد كتير على اسئله الناس، لكن في ناس كانت بتحب برضو تتوهك. فاكر الموضوع ده زمان؟ بقول لك فين قال لك صح؟ يعني خلاص لو انت انا لو عارفه مش هسال. لكن الجي بي اس مفيد ساعات كتيره، لكن يجي بقى الجي بي اس في مثلا طريق سريع وانت يعني مفيش مهرب ومفيش مخرج من الموضوع غير الكوبري ده، ولو ما طلعتوش انت هتروح الفيوم زي ما بيقولوا. لا مفيش، تلاقي الجي بي اس فجأة عطل، لودينج، مش وقتك، مفيش مش وقتك، او حد بيكلمك فجأة، او بطارية تفصل، او الشحن يخلص. لازم المواقف السخيفة اللي لا تخطر على بالك تحصل في المواقف دي. ففي الحقيقه انا شخصيا توهت كتير جدا جدا من الجي بي اس، وصلني كتير برضو مش هنكر يعني، وده من ايجابيات التطبيق ده. لكن انا شخصيا توهت كتير جدا منه. انت توهت منه ولا طبعا بتعتمد عليه كتير؟ بتوه منه، بس عايز اقول لك على حاجه. انا الطريق مثلا اللي خلاص هيبقى ده الطريق بتاعي مثلا، همشي على الطريق ده مره مرتين كل اسبوع كل اسبوعين، فخلاص لازم احفظ الطريق. حتى بفتح الجي بي اس بس عشان اعرف المسافه قد ايه، مثلا لو في حته زحمه بيبين لك ان الحته دي فيها زحمه فممكن تاخد طريق تاني. صح. ممكن يكون اطول شويه لكنه طريق سالك. ومع الطرق الجديده والكباري الجديده الجي بي اس نفسه دلوقتي لسه ما قدرش يترجمها كويس، فبقيت انت تكون ماشي في طريق مثلا وهو مديك الطريق القديم، على الرغم ان في كوبري مثلا ممكن تاخده او نفق، ممكن تاخد النفق ده ويأثر لك المسافه، لكن هو لسه ما تمش تحديث الطريق بالنسبه له. فدي حاجة من الحاجات. أنا ليه حد من أصدقائي برضو بيعتمد على الجي بي إس، بس مفيش مرة اعتمد على الجي بي إس ووصل. في مرة كنا خارجين وهنا من جاردن سيتي ورايحين أكتوبر، فركبت معاه بالليل الساعة 9 بالليل، فقال لي أنت عندك حاجة بكرة؟ فقلت له ليه؟ قال لي عشان أنا مش عارف الطريق وهمشي جي بي إس. قلت له طب مفيش، ما أنا عارف الطريق أنا ممكن نمشي. قال لي لا أنا أحب أمشي على الجي بي إس. ما بيمشيش من غيره. خدنا فيها 3 ساعات فعلاً؟ ليه بقى؟ 3 ساعات. مش زحمة. كان في اصلاحات في طريق وهو عمال ينزل ويلف وينزل ويلف، ونفس المكان لفينا منه 3 مرات. فالحته دي طبعا فيها اصلاحات، فاكيد فيها زحمه، فعشان تلف في المنطقه دي 3 مرات خدنا فيها لوحدها ساعه يعني. ففي ناس قبل كده كنا بنعمل ايه طيب؟ قبل كده كنا بنعتمد على الارشادات اللي موجوده في الطريق، او احنا بنسال الناس. لكن ما فيش شك ان انت لما تقف في طريق وتسال الناس برضو في خطوره، انت واقف على طريق بتعطل طبعا الطريق. طبعا، ولو على طريق مفتوح مثلا، فانك تقف على طريق سريع وبتاع بيبقى في خطوره شويه، انك تكون ماشي على طريق وواقف كده مره واحده في نص الطريق او على جنب حتى، والطريق مفتوح او الطريق سريع. فعشان كده الطرق دي بقت تقليديه وما بقيناش نعتمد عليها، بقينا فعلا بنميل كلنا ان احنا نعتمد على الجي بس. انت قلت نقطه كويسه قوي وهي الارشادات. انا دلوقتي مثلا في الطرق السريعه اللي يبقى ساعات الجي بي اس بياخد وقت على ما يفهم اللي بيحصل، لانه ما حصلش مثلا تحديث ليه،
انا بعتمد بقى اعتماد كلي على الارشادات، حتى لو الجي بي اس مثلا بيقول لي مين وهو الطريق بيقول لي المكان اللي انا عايزه اروحه ده على طول، انا همشي مع ارشادات الطريق، لان انا بحس ساعتها انه يعني الارشادات دي بقت دلوقتي مظبوطه يمكن اكتر من زمان، لانه زمان كانت كل فين وفين لما بتلاقي لوحه ترشدك انت رايح لفين، لكن دلوقتي موجوده ما بين كل فتحه كوبري او يوتيرن ملف او حاجه بتلاقي الارشادات دي. بس خلينا متفقين برضو ان الارشادات دي مش هتسعفك في بعض من الاوقات. لا طبعا ليه؟ اكيد، لان هي برضو لوحه موجوده هتديك مثلا تقول لك لو دخلت يمين في طريق كذا هتروح مثلا مدينه كذا ومدينه كذا ومدينه، بس في مش طريق تاني ترجع تاني. لا مش الفكره، في طريق تاني يكون لسه معمول مثلا بتنزل من على الطريق ده يوديك لطريق تاني اقصر، بس هو للاسف مش موجود على اللوحه، لان اللوحه برضو يعني الكتاب عليها بحدود. فبالتالي غالبيه الناس بتعتمد على الجي بي اس. لسه بقى هو مش قادر يترجم فكره الملفات اللي اتقفلت مثلا، فيجي يقف في نص الطريق ويقول لك لف. طب الف ازاي وفي البردورات اللي في الارضيه والنيجيرسي اللي موجوده في نص الطريق، هلف ازاي؟ طيب لا، هو حاجة تانية كمان، المنطقة زي مثلا منطقة المعادي لا جي بي اس ولا ارشادات نافعة، يعني ولا دايماً سؤال الناس نافع، ولا سؤال. لو انت مش من المعادي ما تدخلهاش بالظبط، مش هتعرف ان انت تعمل فيها اي حاجة. فعلا كلها شبه بعض، كل الميادين جوه شبه بعض، كل الطرق جوه شبه بعض، تخرج من المكان تقول انا كنت لسه موجود فيه من شويه ومش هو اصلا. بس ده بقى لي 3 ايام هنا حضرتك، عامل اخرج بره ازاي؟ لا بجد المعادي فعلا من المناطق اللي بجد برده بيحصل فيها دايما، او انا دايما بتوه فيها. كلنا الا لما تيجي تسال بقى ساعتها سكان المعادي، هم بقى اللي يبتدوا يقولوا لك هناك خالص ممكن تمشي يعني. ف يعني في الوقت ده بقى ساعتها انت الجي بي اس حتى ده مش هينفعك يعني، فتمام لو خرجت بره بقى المعادي هو ده ساعتها تعرف تعتمد على الجي بي اس. تعرف تحفظ الطرق ولا بتعتمد على الجي بي اس؟ واحكي لنا موقف الجي بي اس توهك فيه، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها النهارده في خلال الحلقه، وهنشوف مع بعض كده يمكن مواقف كوميديه حصلت لحضراتكم، واحنا كمان هنسترجع مواقف حصلت لنا واحنا بنقرا الكومنتس في خلال الحلقه النهارده. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.